لا أقسم بهذا البلد، وأنت حل بهذا البلد، ووالد وما لقد خلقنا الإنسان في كبد. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد؟ أيحسب أن لم يره أحد؟ ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهدين فلقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة أو إطعام في يوم في مسغبة، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة، عليهم نار مؤصدة. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها
الشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء والأرض وما طحاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها فكلموا فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره
وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إنا علينا للهدى وإنا لنا فآذتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى الضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى
بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن وأما بنعمة ربك فحدث
وزرك الذي آقض ظهرك ورفع لك ذكرك. صدق الله.